اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله ام. المطبخ بتاعنا النهارده مطبخ بسيط وسهل ولكن فيه فكر طهون. بمقادير بسيطه وسهله في متناول الجميع هنعمل اكله مشهوره جدا ممكن نقدمها كوجبه فطار، وجبه غدا، وجبه عشاء. البساطه فيها في تقديمها. معانا اكله اسمها مسخن الدجاج بالسماء ودبس الرمان. الاكله دي بيرجع جذورها ومنشاها لبلاد الشام، سوريا، لبنان، الدول العربيه. مسخن الدجاج مكوناته صدور فراخ او فراخ صحيحه بتتسحب، بيتقدم فيها سماء وزيت زيتون، ولازم يبقى المسخن ده عايم في زيت الزيتون مع خبز الشراك او خبز السوري اللي احنا عارفينه اللي هو الخبز البر. ده معانا هو ده اساس الاكله بتاعتنا وما ينفعش يتعمل غير بالعيش ده. حلو الكلام؟ ايه الطبق التاني اللي معانا؟ معانا النهارده كمان طبق اسمه الحمص الشام بالطحينه. في بعض المطاعم بناكل الحمص الشام ونشوفه بيبقى لطيف وجميل ونفسنا نروح على البيت نعمله. سعره غالي، سعره في متناول الجميع، ولكن لما تجيب نص كيلو حمص تسليه في النار وتسيبيه لما يستوي جامد وتاخديه تشربي منه شوية حمص مع الكمون مع الفلفل، المشروب بتاعنا الجميل اللي على الكورنيش، وبتجد ناس من آخر بلاد العالم تستمتع بيه، وتقدر تعمله حمص بطحينة، تعمليه سلطة. وإحنا عارفين الحمص غني جدا بالبروتين النباتي ويتصدر القائمة الأولى في إنتاج البروتين النباتي، سوري البروتين النباتي، ولطيف وجميل جدا. بس معانا مشكلة مع الكولون، إذا نحط عليه كمون في حالة تقديمه علشان نتخلص من مشاكل الكولون. الحلو بتاع النهاردة حلاوة الرز. حلاوة الرز دي بيرجع برضو أصولها للمطبخ الشامي اللي هي رز مسلوق بياخد جبنة موزاريلا ومية زهر وفستق حلبي. الطبق ده بيبقى طبق جميل وجد طبق مميز جدا، ولكن بيتميز كمان في تقديمه. حاجة كده بنت عم الرز بلبن بس بالطريقة الشامية. مش عايز اطول حضراتكم، خلينا ناخد بعدها نطلع فاصل صغير لان بجد الحلقه النهارده فيها شغل كتير وفيها فكر طهوي. ايه رايكم؟ ولكن الميزه ان هي قليله التكلفه الماديه، يعني بتكاليف ماليه قليله جدا. المطبخ هنا مطبخ مميز. هناخد بعدها نطلع فاصل صغير، اوعوا تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل، تفاصيل صغيرة ولكن المعنى كبير والطعم جديد. معانا صدور فراخ، هنعمل أكلة مشهورة ولها طابع خاص في التقديم، ولازم يكون زيت الزيتون يتقدم المرحلة الأولى في إعدادها. معانا صدور فراخ، ممكن نعملها بفراخ سليمة ممكن. مقادير على الشاشة يا أستاذة رحاب بعد إذنك. صدور فراخ، معانا سماء، معانا خبز الشراك أو خبز مرجوج أو خبز صاج، دي المسميات بتاعته عشان اللي بيشتريه من عند بتاع المخبز او من السوبر ماركت معروف بالاسم ده. ومعانا شويه سماء، ده مهم جدا، وبصل وتوم. الاكله دي برضو تتميز بكميه البصل اللي احنا بنضيفها ليها، ولازم البصل يتحمر على النار ويتكرمل بطريقه صح. وانا هبدا بتقطيعه، وطريقه تقطيع البصل للمسخن لها طريقه مميزه، مش اي تقطيع وخلاص علشان نحافظ على شكل البصل في قلب الاكله. معانا البصل الاحمر ده من خير ارضنا زي الفل، ومعانا دبس الرمان. تعالوا نشوف ازاي هنعمل اكله مشهوره جدا اسمها مسخن الدجاج. في بعض المطاعم اللبنانيه الكبيره بيقدموها طبق مقبلات، حاجه كده ابيتايزر لطيفه وجميله، ولكن سعره بيبقى غالي. معانا بصل بالشكل ده كده، والبصلات تتقطع كده شرايح، ولازم تكون رؤية جدا عشان ما نحسش بيها واحنا بناكلها في مسخن الدجاج. مسخن الدجاج بيتقدم بطريقتين، نقدر نعمله كده زي البقلاوة، أصابع بيبقى لطيف وجميل وغرقان في زيت الزيتون، ونقدر نعمله في فطيرة طبق كبير نقدم معاه الخبز الشراك، حسب ما انت حابب. ولكن أيهما أفضل ومعروف إزاي في بعض المطاعم الكبيرة؟ إن هو بيتقدم أصابع كده لطيفة جميلة ملفوفة بزيت الزيتون والبصل والدجاج والسماء. بصل كده كمية حلوة، تقطع بالشكل ده كده. ما عندناش غير البصل في الأكلة دي، بقية المنيو بتاعنا ما فيهوش بصل ولا توم. معايا طاسة شديدة الحرارة على النار، هنغمر البصل ده بزيت الزيتون
والنعناع. ليه النعناع يا عم الشيف؟ علشان ما نشمش ريحه البصل واحنا بناكل. طاسه شديده الحراره، سامع الصوت الحلو ده فاروق؟ صوت الرز المصري الجميل على النار ده حلاوه الرز. لازم الرز يعجن بجد، لازم الرز يوصل لمرحله ان هو يعجن. بالشكل ده كده، دي حلاوه الرز. هنسيب الرز ده يتهري كانك بتعمل رز بلبن. هتاخد الشرب، هياخد الشربات بعد شويه، وياخد ميه الزهر، وياخد الجبنه الموزاريلا او الجبنه العكاوي زي ما انت حابه. هنخليه على النار ومن وقت للتاني نقلبه. معايا زيت الزيتون على النار، البصل بتاعنا اللطيف ده كده هنمسكه بالشكل ده كده، نعمل حاجة حلوة مع بعض. كمية بصل حلوة كده، البصل هو بطل الأكلة دي. بحط على البصل ده شوية سماق حلوين، بحط كمان يا عم الشيف شوية زيت زيتون. زيت زيتون ازاي وهخش النار هقول لك دلوقتي حالا ليه، دي تركاية. شوية الملح، زيت الزيتون على البصلة دي بيساعد على ان انا افككه من بعض. كأنك هتعمليه سلطة، سلطة الفتوش اللي احنا عارفينها. زيت زيتون وسماق وشوية ملح. مسكت البصلاية كده فورتها دلعتها، شفت البصلاية اتحولت ازاي لشكل تاني؟ شرايح رفيعة جميلة، تقدري تاكلها كده في طبق السلطة تبقى لطيفة وجميلة. هاخد البصل ده يا عم الشيف واحطه في النار. الله، دي حاجة جديدة دي. خليكي معايا للآخر وشوفي التفاصيل. حلوة، هنسيبه على النار ننساه شوية. ومعانا صدور فراخ، صدور الفراخ هتتقطع بنفس الطريقة، ونتبلها بالثوم وعصير الحامض أو ملح الليمون. صدور الفراخ هيت، عايزاه سبايسي بتقطعي معاه فلفل حار حسب الرغبة. هناخد صدور الفراخ دي نقطعها كده، وانت بتقطعيها تحط في الاعتبار كده ايه، ناخد الموزه دي نطلعها على جنب كده. تقدري تجمعي كذا موزه على فكره وتعمليها كريسب كده لاولادك. اللي هيعترضوا على اكله المسخن بتجيبي شويه نشا، بيضه، شويه بقسماط، وتتبلي الموزه دي في قلب التتبيله بالثوم والليمون وتقليها للاولاد اذا انت حابه. مش حابه اولادك هياكلوا المسخن عادي، افرميها دلوقتي زي ما انا هشتغل. صدر الفرخ يتقطع كده ونفس الطريقه كمان كده، كانك هتعملي بيكاتا. ونيجي نقطعه كده. لازم يتقطع رفيع جدا. في بعض يعني المطاعم او المدارس نقول يعني تجيب الفراخ تسلقها وتفصصها، انا مش بحب المدرسه دي. الفراخ هنا ما بتاخدش الطعم بتاع البصل ولا السماق لانها اتسلقت وخلاص. الافضل ايه؟ الافضل اصول الاكله كده. الفراخ تتقطع كده كانك بتقطعها شاورما. نيجي للتاني ده كمان، الصدر ده كده اهو. حلو، نفس الطريقه. وسكينتك تكون حاميه في ايدك. نقطعهم كده برضو نفس الطريقه. حلو، ولازم تكون سكينة المستحد بتاعها أو السلاح بتاعها عريض بالشكل ده كده عشان تقدري تتحكمي فيها وتقطعيها زي ما أنت عايزة. ممكن نجيب فراخ ونسحبها، نسحبها يعني نخليها، وإحنا عملناها مع بعض كذا مرة، وعملناها شاورما، وعملناها دجاج مسحب بالثوم والليمون. نفس الطريقة كده أهو، نفس نقطعها رفيعه كده. انا بصراحه يعني مستخسر ان انا الموزه دي اقطعها، ممكن نعملها كريسبي، ممكن نشويها بالثوم والليمون مع الزبده زي ما انت عايزه. تبقى عملت من الفراخ صنفين وانت واقفه في المطبخ.
حلو. البصلية هنا بتتحمر، شفت الموزة اهي، نمشي على السكينة كده، حتة طرية لطيفة وحلوة بتبقى مميزة مع صدر كل فرخة اهو. بتتعمل شاورما بتبقى لطيفة برضو. شفت الفراخ اتقطعت ازاي بالشكل ده كده؟ هو ده تعبت عليها اه، بس لازم تتقطع بالشكل ده، ما ينفعش ان انا كروتها خالص. هتبلها، نبص على البصلية مع بعض، لازم تشرب زيت الزيتون وتتحمر البصلة تديني شقاوتها وطعمتها وحلاوتها آه. هياخد توم يا شيف، اصبر على رزق، توم ملوش مكان بينا دلوقتي خالص آه. حلو الكلام؟ طيب تعالوا نتبل الفراخ دي مع بعض، شوية فلفل، شوية ملح. حلو، شوية بابريكا. بيقولوا لي على السوشيال ميديا مغازي ايه قصة البابريكا معاك في الأكل دايما؟ أنا بستلطفها، حاجة لطيفة كده حلوة صديقتي يعني. حلو، شوية زعتر، لأن هي يعني ايه وجودها في وسط التوابل شخصيتها بتبان لوحدها، ملهاش شخصية، عاملة كده زي الايه رفيق البطل في المسلسل أو الفيلم. طيب تبلت كده الفراخ، بحط توم بالشكل ده برضو. حلو، وامسك الفراخ كده، الله اتغير لونها. الفراخ اللي انا قطعتها من شوية بالشكل ده كده اه. حلو قوي يا عم الشيف، تسلم ايدك. عصرة ليمون لعل وعسى يكون الراجل اللي انا جبته من عنده الفراخ زفره، بس خلي بالك اوعي تغسلي الفراخ بعد ما تقطعيها، صدور الفراخ تتغسل بميه ساقعه عاديه خالص وتنشفيها بمنديل او بفوطه المطبخ وفي الاخر تقطعيها، انما انا اقطع الفراخ زي ما شفنا من شويه واحطها تحت الحنفيه واغسلها، دي اخطاء شائعه في المطبخ انا ما انصحش بيها. هناخد الفراخ زي ما هي كده، بسم الله الرحمن الرحيم. اخبار البصل ايه؟ نبص عليها كده، نقلبها تقليبه قبل ما نعرفها على الفراخ. نعم يا غالي، اه منك يا فاروق، بيقول لي ينفع نعمل مسخن الدجاج باللحمه؟ طب اذا انا بقول مسخن دجاج ازاي يبقى مسخن باللحمه يعني؟ ما ينفعش خالص، مفيش حاجه اسمها مسخن باللحمه خالص اه. يعني بيقول لي نستبدل الفراخ باللحمه، ده موضوع، ده بقى شاورمة لحمه. ناخد الفراخ دي نسقطها كده واسيبها كلها مع بعضها كده وادخلها الفرن بقى اشويها. شفت البصل تحت والفراخ فوق، عشان دلوقتي ادخلها الفرن تتشوي تحت لها بالفرن او الشواية بتاعة الفرن، وبعد كده لينا حديث معاها تاني. على فكرة هي مشينا وخلاص وخلصت الحدوت، ده لسه لها شغل كبير قوي، عشان كده بقول الحلقه فيها شغل كتير. عينيا اديني هسه زيت زيتون، نغمرها بزيت الزيتون، لان انا عايز زيت الزيتون اللي هينزل من نتيجه تسويه الفراخ والبهريز والجوس ده هستخدمه دلوقتي مع لف الايه المسخن اه. زيت زيتون كتير كده اه، هي دي الاكله كده، روحها زيت الزيتون، عشان كده مشهوره جدا في الاردن، مشهوره في فلسطين، طبعا دول شطار جدا في انتاج زيت الزيتون، بنوجه لهم تحيه كبيره. هنفتح الفرن بتاعنا وناخد المسخن ده زي ما هو كده، بسم الله الرحمن الرحيم، وندخله الفرن. الله عليك يا عم الشيف، ايه الحلاوه دي؟ ثانيه واحده معاك، الله، انت ابن حلال، تعال نبص سوا، وحشتك وحشتك الفراخ، تعال عينيا، حاضر يا فندم، هجيبها لغايه عندك. اه. ادي الفراخ يا طيب. شوف الحلاوه دي، انا عايز البهريز اللي نازل منها ده. املي ومستقبلي في شويه البهريز اللي نازل منها. صدور الفراخ بعد ما قطعتها حطيتها على وش البصل وسايبهم غرقانين في زيت الزيتون. اه. يلا ندخلها الفرن تاني في نفس المكان. طلع المسخن من الفرن عشان يبرد شويه. لان هنلف برضو شويه مع بعض اصابع المسخن وطلعه مع بعض جاهز.
بسم الله الرحمن الرحيم. إلا البهريز اللي موجود مكان تحمير الدجاج. الله، إيه الحلاوة دي يا عم الشيف؟ إيه الجمال ده؟ آه. بص عليها بالله عليك، وتستاهل الدلع، تستاهل الدلع، دلعالي. فين البصل؟ الله. فين الفراخ؟ سخن الدجاج على أصوله. شفتي الشاورما، قصدي اللحم، الدجاج استوى، بصلية كرملت، زيت الزيتون الحلو ده اللي احنا بعد ما نلف مسخن الدجاج هناخد البهريز ده نشرب بيه مسخن الدجاج. هنلف بقى شوية مع بعض كده، بس انا عايز اوصل لك الفكرة. بس الامانة ده برضو المفروض يبرد شوية، عشان ده لو نزل على الخبز المرجوج وهو سخن الخبزة مش هتستحمل. فالمفروض، انا بتكلم اللي المفروض اللي هو يتم لو انت في المطبخ لحالك بقى، مفيش معاك الا مخرج ولا حد هيقول لك فينا وقت قد ايه كذا، ويبقى معاك 10 دقايق وفي الاربيز يا شيف، وخالد انت المملكه بتاعتك ووقتك واعملي اللي انت حباه. اه ده المفروض يبرد شويه وتميليها كده، عشان عايز الزيت ده. انا كله بلعب على شويه الزيت اللي نازلين دول، فيهم طعم الفراخ، فيهم طعم الحاجه الحلوه، فيهم كل حاجه حلوه. ومجهز لهم حاجه كده اهو، شفت ازاي بعمل؟ هو ده. اه دي لازم الحركه دي. اه شفت هي دي، ينزل الزيت كده. اه انا عايز الزيت ده بقى بعد ما بلف مسخن الدجاج. تعال نعمل واحده مع بعض سريعا كده. اه بسم الله الرحمن الرحيم. نيجي هنا كده، هنحط شويه دبس الرمان، ونخلي شويه نشرب بيهم الخبزه بعد ما نلفها. بس انا لما باجي استخدم العيش ده للامانه، يعني اعلمك حاجه حلوه، اطرافها تخينه قوي، تلكم، فانا بشيل الاطراف كده، مش عايزها. شفت شلتها ازاي؟ عجين ملوش لازمه، هي بتيجي غية لازم تطلع كده. اصبحت اللقبه معايا زي الفل. شوف هلف ازاي بقى يا ست الكل. بجيب معلقه او شوكتين مع بعض، واخد الفراخ دي كده احطها هنا كده، اصابع رفيعه كده جميله، لان ده هيخش الفرن تاني يتحمص. اخواننا اللي بيتابعونا في الخليج، في الدول العربيه، في الاردن، في فلسطين، لان الاكله دي مشهوره عندهم، مسخن الدجاج. ما كل اكله كده لها جذورها، يعني تبقى طالعه ده المنشا بتاعها. نعم يا غالي، ممكن بقول لي ممكن نعملها بالعيش الشام ده، سندوتش لفلوفه شاورما كده تاكلها قبل ما تروح على الايه، على التلفزيون. ده لازم عيش صاج، خبز الشراك ده لازم. مشكلة لما يكون معايا مخرج شاطر إخراجيا بس يديني فتوى، بيقول لي ممكن نعملها بالعيش الشامي، فعش زي ما أنا شغال كده. حلو، ونعمل واحد كده ونخليه كده، نعمل واحدة كمان مع بعض. لأن هنقطعهم كلهم مع بعض كأننا بنعمل بقلاوة محشية إيه، لوز أو فستق، عجينة جلاش وبتتلف كده. تروح عند الجماعه الحلويات تلاقي عامل لك صدر بقلاوه بالشكل ده كده، او جلاش ملفوف يعني. شفت ازاي؟ ناخد الفراخ اهي، فيها البصل، فيها السماء، فيها دبس الرمان، فيها الطعم، فيها الحب، متبله، ولازم تبرد شويه. دي بقى بتتقدم طبق مقبلات معايا يا عم الشيف، ركز معايا بقى، مع الحمص ده يعملها كده. يا سلام، اصابع المسخن بالدجاج. مش معناته بقول اصابع المسخن بالدجاج يعني فينا نعمله لحمه، لا. طب فينا نعمله سمك؟ اه مسخن سمك ينفع كده. جنب اخوه كمان واحده، هعمل واحده بس كده عشان نوصل للهدف اللي احنا عايزينه. نيجي برضو نشيل الاطراف كده اهو. العيش ده سعره رخيص يعني في متناول الجميع، بيتباع بالكيلو وبيتباع بالواحده. واشيل الاطراف دي كده، جيب لي الله يرضى عليك. شفت الاطراف دي مهمه جدا، دي لو احنا كلناها خلاص قفلت، خلي بالك. نفكها كده تاني. الله، حلو قوي. وناخد الفراخ، عشان كده بشيل بالشوكة علشان ما اشيلش ايه سوائل. انا مش عايز سوائل، مش عايز حاجة، عشان كده انا بشيل بالشوكة، ما ينفعش اشيل بالمعلقة.
لان السائل ده انا هغمره بعد كده فيه. انا بديكي اصول الاكله، انت بقى بطريقتك يعني، ما بتحبيش الزيت ما تحطيش الزيت، بس برضه هتحسي ان مسخن الدجاج زعلان. لا خالص يا استاذ الرحاب، لا خالص يا استاذ الرحاب، ما يتحط طحينه. هقول لك تتاكل ازاي دلوقتي، بيقولوا له في الكنترول ده بقى شاورما، شاورما فراخ بالطحين، مسخن الدجاج هو كده من غير طحينه ومن غير اي حاجه كده. بقوا ثلاثه، انا بنتظر الافيهات دي يعني. يعني اعتبر دول خمسه سته سبعه ثمانيه، نلف العيش ده كله مع بعض. بنجيب السطور، الله، ونيجي للطرف الصغير ده انا مش عايزه، نقطع كده. الله، شفتي بقى اللي راح على بيروت واللي راح على الاردن واللي راح على بلاد الشام هيلاقي الطبق ده طبق مقبلات سعره غالي جدا لان جواه خبره طهويه. هنجيب صينيه، بسم الله، زي دي كده، حلوه قوي، ونحط فيها ورقه زبده حلوه ندلعها. الفكره كلها انا عايز اوصل لك الفكره، وانا واثق انك انت هتعمليها احسن مني لان الاكله هتعجبك وتجديد. هي مكوناتها بصل من خير ارضنا، واحنا مصدر غني جدا للبصل الاحمر والابيض، وصدور فراخ وشويه حب. هناخد اللي احنا قطعناه ده كده، نحطه كده اهو. الفكره وصلت اهو، خرجنا الجميل ساعدني الله يبارك لك اهو. احنا اتفقنا ان احنا لو معانا وقت هنملى الصينيه دي، ركزي بقى اهو زي الفل. هنعمل ايه يا عم الشيف من البهريز ده كده؟ الله عليك يا عم الشيف، الله عليك لما تشتغل بمزاج. وناخد من البهريز ده اهو، يا ويلي يا ويلي، حد بيعمل كده؟ ولا مطعم هيعملوا لك كده ابدا ابدا. وندخلها الفرن، معانا وقت ندخلها الفرن تتحمص دي يا شباب، والله العظيم هدعي لكم يعني. احنا ونصيبنا احنا ندخلها الفرن على ما نغرف حلاوه الرز، حلاوه الرز جاهزه للغرف. ده لازم تخش الفرن تتحمص كانك بتاكلي بقلاوه. يلا بينا، يلا بينا. في الفرن مسخن الدجاج عشان اخواتنا اللي بيشوفونا، اتحمر يا حلو. يلا نعمل ايه؟ نغرف المسخن ده كده بقى، دي طريقه تانية، طريقه للي حابب ياكله كده. نعم يا غالي. حاضر عينيا. اللي مش عايز بقى الموضوع الغلبه اللي انا شفتها دلوقتي، بجيب اللقمه الحلوه دي كده، ايوه الله عليك، ناخد الفراخ دي كده، شفت الشقاوه دي كده اهو، نحطها. نعم يا غالي، ممكن مع رز بشعريه يا عم الحاجه، بوس ايدك، دي ملهاش دعوه بالرز بالشعريه، دي رز ابيض ده قدم معاه، فكره حلوه اللي حابب ياكله مع الرز الابيض، بس مش رز بشعريه. رز بشعريه ده عايز شويه ملوخيه كده حلوين من ايدك الحلوه. شفت دي طريقه تانية، حلو الكلام. هعمل ايه؟ اجيب اللقمه دي كده واعملها كده كده، واحطها هنا كده، واجيب اللقمه دي كده، طريقتين اهوت للتقديم. واعملها كده واحطها كده، شفت، واخد البهريز ده كده يا عم الشيف واسقطه كده على العيش. دي طريقه تانية، الف هنا وشفا للي ياكل. سخن الدجاج بطريقتين مختلفين، بس ايهما افضل وايهما متعارف عليه، وايهما لو رحنا اي مطعم من المطاعم العالميه الكبيره نلاقيه موجود؟ اللي في الفرن. حطه فين يا فندم؟ حاضر هنا، بسم الله الرحمن الرحيم، ده مكانه. مطبخنا على شاشه القناه الاولى، ابداع طهوي فني، رؤيه فن ابداع، بنشوفه كل يوم على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه. منين يا عم الشيف؟ من ماس بيرو. We'll be right back.
We'll be right back.